هنحل المسألة الآتية: 20/40 في 10/20 تساوي كام؟ يا سلام. ربع. ربع. أنا ما لحقتش أخلص السؤال. طب حسبتيها إزاي؟ يعني طلعتي بربع دي إزاي؟ حسبت عكست 20/5 و5/20. ربع. إجابة صحيحة. ربع الإجابة الصحيحة. وأنت مش مصدقة نفسك، وعايز أقول لك حاجة يا فريدة، لو كنت استنيتي ثانية كمان كانت سارة هتخطف منك 10 نقط. هارد لك يا سارة. هارد لك.